وكاين خايب. خاف الوالدين، لابد قبل ما تربي ولادك تكوني انتي اصلا مربيه، ماشي تقولي لهم لا ما تقولش هادي وانتي كتقوليها في الدار. خاصك تكوني مؤدبه، تكوني كتهضري معاهم بلا طرفه وغير بشويه، بلا هواس، بلا نقير، بلا معيار. هذاك المعيار انتي واخا تقولي لهم راه ما تعايروش، هما كيشوفوك النار وما ترى انتي كتعايري بالدين المله. كي بغيتي هما ما غيكونوش هكذاك حتى هما. خاصك انتي تكوني عبره للدراري ديالك، خاصك انتي تكوني قدوه ليهم، باش ماشي يقول لك اه هي كتقول لي ما نديرش وما نفعلش، وهي كدير وتفعل وما كتخلي فاش تسب فينا، ما تخلي ما تقول لينا. لا، خاص الام او الاب، حتى الاب راه عنده مسؤوليته في هذا الشيء، ماشي الاب مديور غير باش يخدم في الزنقه وصافي ويجيب الفلوس. لا، حتى هو خصو يكون عنده الدور في التربيه ديال هاد الجيل الناشئ. بقاش ولينا كنشوف انا غير العيالات اللي ولاو كيربيو بوحدهم تقريبا، وكتل هي ماشي من ماشي مسؤوليتها 100% انها تكون الاب والام، ما عدا في ظروف خاصه، في ظروف الطلاق او غياب الاب، ولكن اكثريه خاص يكون حتى الاب حتى هو كيلعب الدور ديالو. وباش نتفاداو ان هذا الجيل يكون كارثه، وبانه في الاخر باش كنشوفوا هذه الكوارث ديال ها هو قريسة، ها هو في الاخر غنبقاو نقولوا اناري هذا دار وهذا فعل والدوله ما دارتناش والدوله ما فعلتناش. اختي كيبغي الدوله غدير لك وانت غير جالسه ولدي ولدي وتلقى الزنقه، راه ما يمكنش الدوله دير. راه يتعياو ما يشدوه في الاخر كيعياو حتى هما كيعياو. واش انت تولدي وتلقي وهما يبقاو يجمعوا لك ولادك؟ هادشي راه ما كاينش، راه في اي دوله هادشي راه ما كاينش. الناس كيربيو، الناس كيربيو، علاش غير هاد سميتو الاجرام وداكشي معروف غير في الدول اللي ماشي المتاخره او في نمو التقدم؟ لحقاش ما كاينش، ما كاينش الاجرام في الدول اللي متقدمين ومربيين ومتحضرين وكيقراو وكيهضروا مع ولادهم وكيتبعوا ولادهم وكلشي كيدار مع ولادهم. حنا لا، حنا ما كاين غير ولاد اطلق. وفي الاخر نقول لك لا، الدوله حق راه ما كديرش، الدوله راه ما دايرالناش ولادنا فين يتمتعوا، الدوله ما دايرالناش القانون. يا اختي انت ديك ساعات بحيث ما قداش عليه ولدي غير واحد بركه، وتا داك الواحد الا عرفتي راسك ما غتقديش به بلا ما تولديه، من الاحسن بلا ما تولديه. هي كتلقاي والده ثلاثه ولا اربعه وهي ما قداش عليهم، ما قداتش عليهم في صغرهم وما رباتهمش، وفي الاخر فاش كيكبروا ما كتقدش عليهم. فاش كيكبروا كتقول لك حق الدوله ما كديرش. واش بغيتي الدوله تربي لك اختي ولادك بلاصتك؟ واش الدوله نهار الاول كانت معاك وقالت لك عافاك ولدي لي ربعه ولا خمسه ولا عشرة؟ الدوله ما كتكونش معاك حنينتي في حياتك هذيك الانتيم، في حياتك الخاصه باش كتكوني كتولدي. الدوله ما كتكونش معاك، الدوله راه بزاف عليها هادشي. واش كتمشي للعائله كتلقاي فيها ثلاثه اربعه خمسه، وحنا غير هادشي الناس اللي ما عندهمش كتلقايهم مساكن وعندو الراجل مسكين بحرا كيتقاتل بحرا كيدابز باش يجيب لهم هذيك الشهريه ولا هذيك اليوميه، وكتلقايها والده اربعه خمسه. والناس اللي لاباس عليهم واللي واعيين كيولدوا واحد جوج كاع الا كثروا كيولدوا جوج، وعندهم الفلوس كتلقاي عندهم الفلوس عارمه، وكيولدك واحد ولا جوج. علاش؟ لحقاش باغي ولدو يكون مزيان، باغي ولدو يكون شي حاجه في هذا المجتمع، باغي ولدو يقرا، باغي ولدو يوصل، باغي ولدو يكون شي حاجه كبيره. حنا لا، كتلقايها ما قداش، وهي وهي وراجلها كيموتوا بالجوع اولا بحرا كيدابزوا مع داك الشهر باش كيوصلوه، وكتلقايها لا كتولد لك ثلاثه واربعه وخمسه. اش غايديروا لك هذوك ثلاثه واربعه وخمسه؟ ها انت ما قدرتيش توكليهم، ها انت ما قدرتيش عليهم تربيهم. وفي الاخر كنقولوا لا، حق راه المجتمع اللي خياب، راه الناس اللي فيه اللي خياب، راه الدوله ماشي الدوله، راه الناس اللي خيابوا، ناس اللي ما تيحسبوش. حتى كيوقع البيضه في الطاس عاد كيقول لك لا، حق راه ما داروش، ولا الدوله ما موفراش، ولا الدوله ما دايراش. على اختي داروك نهار الاول داروا لك السيف، ما داير لك حتى شي حد السيف. انت بغيتي تبقاي تولدي وتولدي 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 وفي الاخر كتحلي، وبغيتي الدوله هي تربي لك، ما يمكنش داكشي، ما يمكنش. على داكشي خاصنا نديرو الوقايه خير من العلاج، باش ما نحلوش. نربيو واحد، نربيو جوج، الا كثرنا جوج بركه علينا، بركه علينا، بركه. ربيهم وكليهم شربيهم ساريهم هضري معاهم باش يلقى لك الوقت حتى نتيا لراسك. لحقاش راه مرا واخا كتربي ودير في الدار وتشغل وتشغل، راه خاصها حتى هي تديها في راسها شويه. ماشي انك ولدتي راه خصك تهملي غتولي صافي هذا ما دياش في راسك وتهملي راسك،
لا خاصك دين ودنيا، خاصك لوليداتك ولراسك ولراجلك ولدارك، هادشي كامل خاصك ديريه. وخاصنا نراعي ونراعي شويه حتى حنا لبلادنا، نراعي حتى حنا شويه لهاد المشاكل اللي ولينا واقعين فيهم، لهاد الافات ديال الدراري ما مربيينش. كتلقاي البنت كيولا بحالو بحال الولد، ولا عذرا كيتلفوا الكلمات، الولد ولا بحالو بحال البنت، والوالدين ما بقاوش قادين عليهم، حتى البنات والديهم ما بقاوش قادين عليهم. حنايا زمان كان كيقولك الولد الولد، ولكن دابا راه الولد والبنت بحال بحال، الام ما بقاتش قادره على لا على الولد لا على البنت، حتى شي واحد فيهم. على داك الشيء الا لقيتو ما تربيو ربيو، الا لقيتو ما شنو نقول، الا لقيتو ما تكبروا مزيان كبروا مزيان، والا لا ولا ما قاداش ما تولديش، عيشي حياتك انت وعجلك، ونهار تكوني قاع عرفتي بحقها بحق الامومه ولا بغيتي وليد ولدي واحد اولا جوج، بارك عليك بارك عليك، باش توصليه باش تفرحي بيه باش تشوفيه شي حاجه زوينه شي في البلاصه اللي بغيتيه، بارك عليك واحد اولا جوج. خليونا حتى حنا نترقاو شويه، حتى حنا نوصلوا لواحد القمه، حتى حنا نوصلوا القمه، ماشي نبقاو دائما هذاك البلاد في طور تقدم. هنا همنا اختيمن، وما دوك الناس اللي فايتينا واصلين فين باش حسن منا بتشي شي حاجه، بلادنا فيها الخير وفيها ما يدار، فيها ما يدار. ربي ولادنا مزيان باش يكون حتى حنا بلادنا توصل للقمم، حتى حنا يكونوا عندنا اطر، حتى حنا يكونوا عندنا ناس قاريين واعيين، ماشي لا راه شنو عندنا، ولو اكثريه اكثريه ما تنقولش كلشي، تنقول اكثريه، ولو عندنا غير القهاوي مطرطقين، كتلقاي في كل حي كتلقاي فيه 4 5 ديال القهاوي كلهم عامرين بالدراري ما كملوش قرايتهم، غير التشمكير غير السكره غير الحيوطه. لا 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 لا، خليونا حتى حنايا المغرب نمو ونزيدو به القدام، راه ماشي غير مسؤول واحد اولا جوج اللي خصو يزيد بالمغرب القدام، راه الشعب هو اللي خصو يزيد بالدوله ديالو القدام، خاصو يربي ولادو خاصو يقريهم خاصو يعلمهم باش يوصلوا لواحد المراتب. حتى لا قلتي ديك الساعات هو الدوله غتهز لك ولد ولا تهز لك جوج، غادي تتوصل بهم غيعطيوهم لا بوكس باش يقراو، غيعطيوهم بزاف د الحوايج بزاف د الحوايج. على داكشي نترقاو شويه، نترقاو في المجتمعات ديالنا، خصنا نترقاو، خصنا نقراو، خصنا نطالعو، خصنا اولادنا حتى هما نحثو انهم يقراو، انهم يكافحوا، انهم يوصلوا فين بغاو، انهم يوصلوا فين بغاو، ننميو فيهم هذيك القدرات ديالهم، نزيدو نطلعو لهم تنقولوا نطلع لهم الفكر ديالهم للفوق، نرقيوهم نوصلوا بهم شي حاجه، نوصلوا بهم شي حاجه، والا وصلنا بهم من شي حاجه غنوصلوا بالمغرب، غنوصلوا بسميتو بالدول العربيه بالدول المغاربيه للقمه. لابد لابد لابد، انا كنهضر في هذا الشيء، كنهضر الامهات دابا الجداد ديال هذا الجيل هذا، اما الجيل الاخر راه فات عليه الفوز. دابا الامهات جداد الى لقيتو ما تربيو ربيو، عافاكم لما تربيو، عافاكم لما تربيو، عافاكم باش حنا نزيدو القدام، حتى حنا نزيدو القدام بحالنا بحال الدول المتقدمه. ما فايتينا وما حتى شي واحد حتى شي حاجه كبيره، كتلقاي اغلبيه العلوم جايين من العرب، علاش حنايا ما نكملوش بحال هذوك العلماء اللي كانوا عندنا قدام؟ علاش خاصنا نكملو، خصنا نكونو مزيانين، وخصنا نقراو، وخصنا نترقاو. نعم، باي باي. غادي نكمل بهذا الفيديو بالشعر المعروف، انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، كيحث على الاخلاق، الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق.